السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تلقاكم هاد لا فيديو بخير وعلى خير، تكونوا في تمام الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا للتشجيعات ديالكم، صراحة كتفرحوني بزاف بالتشجيعات ديالكم والتعاليق ديالكم، شكرا لكم بزاف. كل وحدة بسميتها البنات، شكرا لكم بزاف بزاف. اليوم إن شاء الله غدا نشارك معكم موديل جديد، موديل آخر البنات كما كنوعدكم ديما. المهم هانتوما البنات، هنايا عندي البياسه راني فصلتها في صاله عاديه، يعني ديجا شاركت معكم في الصاله، ما كنبغيش ندخل في النمطيه كما كنقول لكم ديما، يعني كنبغي نبدل لكم في الفيديو فاش هكذا البنات مملوش. وكل نهار ان شاء الله موديل جديد. هنا البنات راني فصلت البياسه، دابا غادي ندير معكم، غادي نخدمها بهاد الدونتيل هذا كما تشوفوا، كيجي عريض بهذا الشكل هذا، ان شاء الله يعجبكم هذا الموديل البنات. هنايا البنات غادي ناخذ الضوفه ديال الامام بهذه الطريقه، هذه ناخذ الضوفه ديال الامام، ناخذ بهذا الشكل هذا، موديل زوين ان شاء الله، كنتمنى انه يعجبكم البنات. كنتمنى من اللي اول مره غيشاهد القناه ديالي يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش هكذا ديما يوصلوا الجديد ديال القناه ان شاء الله. هكذا البنات كنتني الضوفه ديال الامام على زوج بهذا الشكل هذا، كنهبط البنات هنا، هنا البنات كنكون ديجا هابطه بجوج سنتيم ديال التكوره ديال العنق اولا بثلاثه سنتيم، على حسب كنتو هابطين بثلاثه سنتيم غادي تهبطوا غير بحداش، ولا كنتو هابطين بجوج سنتيم هبطوا هنايا ب 12 سنتيم. هنا انتما البنات غنهبط انا هنا ب 12 سنتيم كما كتشوفوا، هبطت ب 12 سنتيم، غادي نجي هنايا غادي نهبط ب 8 سنتيم، هنايا نهبط ب 8 سنتيم بهذا الشكل هذا. هانتوما كيفاش كيجينا العنق بهذه الطريقه هذه، كنتمنى يكون واضح. كنجي هنا البنات كندخل بواحد السنتيم، وكنجي هنايا كنطلع بواحد السنتيم، وكندير واحد الغوم هنايا بهذا الشكل هذا، وحتى هنا البنات ممكن البنات اللي كيعجبها العنق يكون واسع ممكن تهبط حتى ب 14 سنتيم، اللي كيجيها اللي كتبغي العنق واسع، كاين اللي كيبغي العنق مجموع على حساب الذوق ديال الكليانه. هنا البنات هانتوما غادي ندخل هنا كما قلتو بهذا الشكل هذا، كما قلت بهذه الطريقه هذه، كنجي هنايا وكندخل ثاني بهذا الشكل هذا. هانتوما البنات كيفاش كيجي كي كل نجمه، كل نجمه راه ديجا خدمته واحد المره في القناه، هانتوما كيفاش كيجي كما كيبان لكم. دابا البنات غادي ندوز هنايا للكارنيتور، كنحطها بنفس الطريقه، كنحط الثوب على الكارنيتور بهذا الشكل هذا، بهذا الشكل هذا البنات، وكنقطع العبار ديالها يعني نفس المقاس كنقطع، يعني كيما مولف نوريكم كيفاش تخدموا لي كارنيتور. هنا نطيح في الكتاف صافي البنات، كتبقى عندكم الكارنيتور هنايا بغيتو تنقصوها تنقصوها، انا هنا غنقصها شويه صافي البنات بهذا الشكل هذا. دابا اول حاجه غادي ندير غنخيط لا كارنيتور ديالي بهذه الطريقه هذه، يعني الطريقه راه ساهله البنات. ها نتوما كيفاش كيجي الكول، ناس كناخذ الكور ديالي بهذا الشكل هذا، كناخذ لا كارنيتور اللي قطعت بهذه الطريقه هذه، الوجه على الوجه، وغادا نخيط البنات الطريقه المعتاده، غنمشي واحد سنتيم او لعبر الصباط يعني اللي بغيتو، الجوجم كيجيو غير هو كنمشي مع الغوم، يعني ما كنمشيش نيشان، ضروري كنميل مع الغوم اللي عندي. البنات يعني كنميل بهذه الطريقه، الا ما ملتوش ما غاديش تعطيكم ديك لي في ديال الغون هنا، ما يعطيكمش نفس الشكل،
غنشوف الناس يعني كتجيو هنا وكتدخلوا عاد باش كتخرجوا عاوتاني. كندورو تاني مع هاد الجهه هادي الناس. من بعد ما خيطت الخياطه الاولى دابا غادي ندوز عليها غادي نكراني هنايا وحتى هنايا الناس باش الدوره ديالنا كتجي مقاده. هذا الشكل هذا الناس صافي غادي نقلب بهذه الطريقه الناس كنخرج القناه ولي غونط ونخرجو مزيان باش يجي واضحين البنات. يعني كنحاول نخرجهم هانتوما البنات. يعني كن قاد لا غارنيتور ديالي ونخرج القناه ونخرج هاد لي غون هادو باش يجيو باينين. ممكن البنات تخرجوهم وتصلحو عاد باش تخدمو لي جاتكم سهله ديروها. هانتوما كندور تاني على هنايا كنجيو هنا المنتصف قادو الخدمة ديالنا البنات بطبيعة الحال. هنا البنات ثاني كنخرج هنايا هاد الغون هادي صافي البنات. يعني الطريقه راه باينه غادي نزيد واحد شويه البنات نتمنى تكون واضحه ليكم. هانتوما البنات كيفاش جا يبان لكم في الشكل النهائي احسن ان شاء الله. دابا البنات غادي ناخذ هاد الدونتيل هذا غادي نخدمو بهاد الطريقه هادي. بغيتو البنات يجي بحال ما هكا كما كتلاحظوا. دابا غادي نطراسي باش ما نخطاش البنات غادي نطراسي باش نمشي باش نمشي نتبع على فين طراسيت باش ما تجيش هاد الدونتيل ما يجيش واش حيت غياخذ الصدر كامل دونك خاصني نطراسي باش ما يجيش واش حقاش غيكون الخدمه كبيره غتجي كبيره في الصدر. يعني غادي نطراسي باش نوريكم كيف كناخذ الضوفه بهذا الشكل هذا وناخذ سنتيم كنجي هنا البنات كنشوف شحال خرجت هنايا هنا غنشوف شحال غنخرج غنخرج ب 6 سنتيم مثلا غنخرج فقط غنخرج ب 6 سنتيم يعني كنجي حتى هنايا البنات وكنخرج ب 6 سنتيم كنجي حتى لهنا ثاني وغادي نخرج ب 6 سنتيم نفس الطريقه باش هكذا كتمشيو في عبار واحد بهذا الشكل هذا
غادي يجي بهذا الشكل هذا. غادا نهبط هنا بعشرين سنتيم، نهبط هنا بعشرين سنتيم، نهبط هنا بعشرين سنتيم، وغادا نجي هنا نهبط في المنتصف، في المنتصف نجي هابطة شوية، قلنا هنا عشرين سنتيم، غنجي هنا مثلا غنهبط بطناش سنتيم، من هنا من هنا لهنا بطناش سنتيم، وغادا نجي تاني هنايا غنهبط بعشرين سنتيم. بعشرين سنتيم، وما تنساوش تاني واحد الحاجة، مثلا النقطة ديال عشرين فين جات، فين جات عندي هنايا، هنا جات عندي في التسعود، يعني باش يجي داك الشي مقاد، وهنا عفوا هنا تاني جات عندي في التسعود، هاهي في التسعود، يعني باش دابايا غدا نمشي غدا نمشي مقادة، يعني غدا نمشي نفس العبار، نشوف هادي واش الوسط هو هداك ديالها، صافي هنايا هدا هو هداك، هاهي هنايا، صافي دابا البنات غدا نخير، غدا ناخد الدونتيل كنتمنى يكون واضح، وغدا نبدا نخيط بأريحية حقاش خديت العبارات ديالي. غادا نخيط وانا مرتاحه بهذا الشكل هذا، بهذه الطريقه هذه، غادا نهبط حتى لهنايا حتى في الحد تاع 20 سنتيم، صافي غادا نخيط بهذه الطريقه، البنات هنا فين كاينه فين هبط ب 20 سنتيم كديروا واحد الثنيه بهذا الشكل هذا، بحيث كتجي عندنا هنايا كتجي بحال ما هكا البنات، هذه الطريقه هذه غنديرها، يعني ثنيه عاديه، وقنتوا الخدمه صافي، وكندورو ثاني على هنايا نجيبوها ثاني لهاد هاد المنتصف هذا، منتصف البنات، وكنديرو ثاني هاد الثنية هادي، كنبقى نتو الخدمة ثاني بهاد الشكل هذا، وكنجيبوها ثاني هنايا، نتمنى يكون واضح البنات بهاد الشكل هذا، خاصها تجينا في المنتصف، يعني نحاولوا اننا نمشيو بالعباره البنات باش مسخطوش هكذا البنات. غادا نجيب ثاني الخدمه عندي هنايا، هكذا البنات نفس الطريقه كما درت هنا درت في الاول، غادا ندير دابا هنا غادا نطلع بهذا الشكل هذا، نفس الطريقة البنات، نتمنى يكون واضح البنات، صافي وكنطلع بهاد الطريقة هادي، شوف الخدمة ديالي واش مقادة، بهذه الطريقه. دابا غادي نعاود الخياطه الثانيه ديال هاد الدونتيل هذا، صافي هنا غادا نقطع، كيجي بهذا الشكل هذا، دابا غادي نعاود الخياطه الثانيه البنات باش من هنايا انتوما معايا تشوفوا، كنبقى غادي نقط في الدونتيل ديالي، يعني كنسرح البنات، نسرح مزيان الخدمه، كنقاد فين مقنسه الخدمه ديالي بهذا الشكل هذا، كنجي هنا البنات
كنجي هنا فين تنيت وغادي ندير واحد لاريتمون باش شكل هذا صافي. وغادي نكمل الخياطه ديالي هاكا البنات، وحاولوا تسرحوا الدونتي ديالكم باش ميتكمش. كنجي هنا البنات ثاني نفس الشكل هاد الخدمه ديالي. كنجي ثاني هنا البنات كندير لاريتمون، يعني خدمه وحده يعني بلا ما تسقطوا ترجعوا ولا شو البنات. صافي وغادي نطلع نفس الطريقه تمنى يكون واضح. هنا ثاني نفس الشكل البنات، كنجيو هنا ثاني كنقنتو الخدمه ديالنا وكندير لاريتمون ديالي. نتمنى البنات يكون واضح ليكم. صافي وغادي نطلع هاد الشكل هذا. صافي البنات كيجي بهاد الشكل هذا. مازال غادي ندير له واحد الصديفات هنايا، يعني كتغلفوهم البنات وكتلصقوهم بالخيط ليبرا، يعني الطريقه راه عاديه. المهم دابا البنات غادي نكمل البياسه ديالي وغادي نخليكم مع الشكل النهائي ديال. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال الكرانديره ديالنا. كما كتشوفوا بالنسبه للكمام في الكليانه طلبتهم يكونوا سامبل بحالنا هكذا. هنايا البنات زدت واحد جوج صديفات ها هما اللي مغلفين. وهنايا بالنسبه للكول دابا غنلبسوا المانكا باش يبان لكم الكول مزيان، مع الزيف هنا ما كيبانش مزيان. هنا كتجي هاد دونتيل كيجي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. كنتمنى ان هاد الموديل ينال الاعجاب ديالكم حتى هو البنات. المهم انا هنا لبست بياسه غير باش تبان لكم، يبان لكم الشكل ديالها. دابا غادي ندوز نلبسها المانكا باش هكذا يبان لكم الكول مزيان. المهم بنات هذا هو الشكل النهائي ديال القنيطره ديالنا. كما كتشوفوا العنق كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى هذا الموديل يعجبكم البنات. اللي عجبتها لا فيديو بطبيعه الحال تخلي ليا جيم. ومرحبا بالتساؤلات ديالكم، التعاليق ديالكم. شكرا لتتبعكم القناه البنات، وبسلامه عليكم.